بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. من أداب الحياة أنه الإنسان يحترم البروتوكول والأتيكيت في طريقة الوقوف مثلاً أو الجلوس أو الطعام أو الكلام واحترام الآخرين بكل فئاتهم وأعمارهم وكتير شغلات إلى علاقة بالبروتوكول. ويمكن للمرء أن يدرس قواعد أي بروتوكول ويتعلم أصول أي أتيكيت، ولكن هذا الموضوع ما بيصير إلا إذا كان هناك مصلحة شخصية لهذا النوع من الدراسة أو التعلم، وسأتكلم عن هذه المصلحة لاحقا. ولكن سأتكلم أولا عن مسؤولية كبيرة للأهل والمدرسة والمجتمع بشكل عام، أنه لازم يزرعوا آداب الحياة عند الصغار، لأنه من مصلحة هذا المجتمع أن يبني أجيالا على مستوى عالي من الرقي والتقدم والاحترام. ولكن أين مصلحة الفرد في احترام البروتوكول وممارسة الأتيكيت؟ مصلحة الفرد تكمن في النجاح الشخصي اللي بينتج عادة عن احترام البروتوكول والأتيكيت. فمن يحترم أداب الحياة بيحترم نفسه، واللي بيحترم نفسه يصبح مكان ثقة عند الناس، وهذه الثقة تلعب دورا كبيرا في نجاح هذا الفرد بمجتمعه، مما يؤدي في غالبية الأحيان إلى نجاحه بالحياة. نعم، إن احترام الأداب العامة يؤدي إلى النجاح في الحياة. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.